السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الشرح المختصر الذي هو متطلب من متطلبات مشروع التخرج في قسم الكهرباء كلية الهندسة جامعة نجران للعام الدراسي 1438-1439 الموافق 2017-2018 الميلاد. اسم المشروع Design and Development of Smart Traffic Light Using Image Processing Technique. تم إعداد هذا المشروع عن طريق الطالبين عبدالله جمعان بن هلابي وعبدالله عبدالكريم باجري تحت أشراف الدكتور آدم الحوري والدكتور عبدالكريم الموجاني. المشروع عبارة عن التحكم بإشارة المرور باستخدام الإيمج بروسسينج عن طريق برنامج الماتلاب، وذلك من خلال حساب عدد السيارات في كل خط وإعطاء الوقت المناسب لكل خط حسب معدل الازدحام في كل خط. استخدمنا في هذا المشروع 4 كاميرات ويب، حيث أن لكل خط كاميرا واحدة، كما استخدمنا أردوينو ميجا بالإضافة إلى إشارات مرور تعليمية. يبدأ النظام من خلال التقاط صورة لكل خط ومن ثم تخزينها كصورة مرجعية. من خلال هذه الصورة يتم التأكد من الوقت عن طريق شدة الإضاءة في الصورة، فإذا كانت الإضاءة شديدة هذا يدل أن الوقت نهار، فنقوم بتطبيق الأوامر الخاصة بوضعية النهار، حيث نقوم بعملية الطرح بين الصورة الملتقطة حديثا والصورة المرجعية المخزنة مسبقا في النظام. من خلال هذا الناتج من الطرح نحصل على عدد السيارات الموجودة في كل خط. أما إذا كانت شدة الإضاءة قليلة في الصورة فإننا لا نستطيع حساب عدد السيارات كما في الوضع النهاري، فإننا نقوم بحساب السيارات من خلال الإضاءة الأمامية لكل سيارة. في هذا الفيديو قمنا بتطبيق 3 دورات للإشارة مع تغيير عدد السيارات في كل خط، وهذا يؤدي إلى تغيير الوقت اللازم لمرور السيارات في هذا الخط. فمثلا في هذه الدورة نلاحظ أن عدد السيارات الخط الثاني 0، وبالتالي سيتم تجاوز هذا الخط وعدم إعطائه الإشارة الخضراء نهائيا. أما الخط الأول فتوجد فيه سيارة واحدة فسيعطى وقت قليل جدا، وبالتالي فإن كل خط يعطى وقت للإشارة الخضراء على حسب عدد السيارات الموجودة في ذلك الخط. أما في هذه الدورة فكما نلاحظ أن الخط الثالث لا توجد به أي عدد من السيارات، فذلك سيتم تجاوزه. وأيضا فإن الخط الأول فيه عدد كبير جدا من السيارات، لذلك سيعطى وقت أكثر لمرور هذه السيارات. ختاما نلاحظ أننا قد حققنا الفوائد المرجوة من هذا المشروع والمتمثلة: تقليل وقت الانتظار أمام الإشارة الحمراء، كذلك تجاوز الخط الذي لا يوجد به سيارات واستفادة من هذا الوقت في الخطوط الأخرى، بالإضافة إلى ذلك توفير الطاقة المهدرة من المحركات أثناء الانتظار.